السادة المتابعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله والبركات، وكل عام وأنتم بخير. هذه هي كل الصور التي استطعت أن أحصل عليها لمدينة حلب القديمة، وتتركز بين منطقة الجديدة والتلال وباب الفرج إلى طلعة خان الوزير. هذه هي صور أحياء حلب القديمة قبل الحرب، التي قال فيها المتنبي: لا أقمنا على مكان وإن طاب، ولا يمكن المكان الرحيل، كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل، فيك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وجيفنا والذميل. كما تغنى فيها شاعر حلب أبو العلاء المعري، وقد قال: يا شاكي النوب انهض طالبا حلبا، نهوض مضنا لجسم الداء ملتمسي، واخلع إذا حاذيتها ورعا كفعل موسى كليم الله في القدس. هذه بيوت الشعر الجميلة التي تغنى بها الشعراء في مدينة حلب. والكثير من الشعراء أيضا تغنى بهذه المدينة الجميلة. نتمنى من الله أن تعود كما كانت، أجمل وأجمل وأجمل. حلب إن شاء الله سوف تعود قوية كما كانت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.